كروت التعريف اللي بتيجي مع النباتات أو لما بنشتريها بيكون فيها معلومات مهمة جدا زي الإضاءة والسقي والتسميد. علشان كده أول حاجة نعملها نرميهم. يعني إيه إضاءة غير مباشرة؟ تعريفها إيه بالظبط؟ أجيبها منين دي؟ يعني إيه سقي كل أسبوع أو كل أسبوعين؟ أو طب هو مين قالك إن التربة هتجف عندي في خلال أسبوع أو أسبوعين؟ يعني ايه علامه ان النبات ده ما بيتاكلش؟ هو انا شاري طبقه سلطه؟ انا شاري نبات. معظم المعلومات اللي موجوده على الكروت غير كافيه تماما بالمره ان انا اعتني بالنبات بصوره سليمه. هثبت لكم النهارده الكلام ده في الحلقه بتاعتنا. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسعاده. النهارده هنكمل في حلقتنا الجزء اللي بدأناه المره اللي فاتت، وهي العشر نصائح المتعلقه بتربيه النباتات الداخليه. النهارده هنتكلم على خمس نصائح تتعلق بالنبات الداخلي. نتكلم النهارده عن السقي، عن التربه، عن التسميد، وعن التقليم، واخيرا عن الامراض. لكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا اعجاب للفيديو. اول حاجه هنبتدي بيها هي السقي او ري النباتات. في الحقيقه وللاسف اقدر اقول لكم بكل ثقه ان معظم اسباب موت النباتات داخل المنازل هي زيادة السقي. لدرجة ان بيجيلي بعض الاسئلة من نوع ليه النباتات بتموت عندي مع اني بسقيها كل يوم بسقيها كل يوم بسقيها كل يوم. ما هو طبعا لازم يموتوا، ماتوا غرقانين. في علاقة طردية بين شدة الاضاءة ومعدل الري. ازاي يعني الكلام ده؟ انا هقولك ازاي، بس الاول ممكن تسأل نفسك النباتات الخارجية بتتسقي كل كام يوم؟ صح، إجابة صح، ما تتكسفش، بنسقيها كل يوم وساعات مرتين في اليوم كمان. بس ده ليه؟ ده راجع لسببين. السبب الأول إن شدة الإضاءة تكون عالية جدا، إضاءة الشمس المباشرة، عملية التمثيل الضوئي تتم بصورة كبيرة وعالية، بالتالي النبات بيستهلك مية بكمية كبيرة جدا عشان عملية التمثيل الضوئي شغالة على طول، لأن النبات تقريبا بيقعد 12 ساعة إضاءة في الأماكن الخارجية. والسبب الثاني درجات الحرارة وتيارات الهواء، لأن النبات موجود في بيئة خارجية بيتعرض لدرجة حرارة وتيارات هواء، وده بيساعد على عملية تسريع تبخير المية من التربة ومن سطح الأوراق. النبات بيحتاج كل شوية يتسقي مية. كل الكلام اللي احنا قلناه عن النباتات الخارجية عكسه تماما بيحصل في النباتات الداخلية، لأن النبات الداخلي موجود في بيئة مغلقة، بيئة المنزل وبيئة التربة أو السندانة بتاعته، مفيش تيارات هوائية زي بره، مفيش عملية تبخير سريعة زي بره، المية اللي بنسقي بيها بتبقى موجودة في نفس السندانة لفترة طويلة ملهاش مكان تاني تروحه. النقطة التانية الإضاءة، الإضاءة في المنازل ضعيفة جدا مقارنة بالنباتات الخارجية، وبالتالي النبات ما بيقدرش يقوم بعملية التمثيل الضوئي بصورة كبيرة، معدل استهلاك المية بيكون بطيء. عمري ما تعامل مع النباتات الداخلية في السقي بالذات زيها زي النباتات الخارجية. لازم اعرف طبيعة النبات اللي عندي وطبيعة التربة اللي عندي كمان قبل ما اقرر اعمل عملية السقي، لان في نباتات بتحب التربة تبقى رطبة دايما زي نباتات الفيتونيا او السرخسيات، نباتات المفترسة اللي هي اكلة الحشرات، وانواع اخرى من النباتات بتحب دايما ان التربة بتاعتها تكون تربة جافة زي العصاريات والصباريات، الزامية، جلد النمر وغيرهم كتير. مش بس نوع النبات اللي بيحدد كمية المية وعدد المرات اللي انا بسقي فيها، في خمس عوامل كمان: درجة الحرارة، درجة الرطوبة، درجة الإضاءة، نوع التربة، ونوع السندانة. على سبيل المثال درجة الحرارة وشدة الإضاءة لو كانوا عاليين أحتاج إن أنا أسقي على فترات متقاربة، العكس صحيح في حالة الرطوبة، كل ما زادت نسبة الرطوبة كل ما قل عدد مرات السقي نتيجة تقليل عملية التبخير للنباتات. العاملين التانيين نوع التربة، التربة عالية المسام بتحتاج إن إحنا نسقي على فترات متقاربة، التربة المسام بتاعتها قليلة اللي بتحتفظ بالمية خاصة اللي فيها بيتموس بتحتاج إن أنا أسقي على فترات متباعدة. آخر عامل معانا نوعية الحوض، الأحواض اللي مصنوعة مادة الفخار نسبة جفاف في التربة بيبقى فيها اسرع نتيجه ان ماده الفخار نفسها عمليه التبادل الغازات فيها وتهويه التربه اعلى بكتير من الاحواض المصنوعه من ماده البلاستيك. معنى كده ان انا ما ينفعش اثبت مواعيد السقي عندي زي ما بيتقال في بعض الفيديوهات او في مواقع الانترنت او حتى كروت التعريف اللي بتيجي مع النبات. امال اعتمد على ايه ما اجي اقرر اسقي النبات بتاعي؟ في بعض الاحيان الناس بتعتمد على اجهزه زي دي اللي هي اجهزه قياس رطوبه التربه، الجهاز ده بيقدر يقول التربه جافه او رطبه. في الحقيقه الجهاز ده انا عملت عليه بعض التجارب واثبت بصراحه ان هو غير دقيق بالمره، علشان كده ما اقدرش نعتمد عليه في اختيار موعد مناسب للسقي. مفيش اي جهاز ولا اي حد يقدر يقول لك تسقي امتى غيرك انت.
انت اللي تعتمد على نفسك في الموضوع ده وانت اللي تقرر الميعاد المناسب باستخدام حاجه بسيطه جدا. لو حطينا اصبعنا في التربه على مسافه 5 ل 7 سنتي من سطح التربه هنقدر نقرر اذا كانت التربه نسقيها ولا لا، وده على حسب وجود مواد من التربه لازقه على سطح الصباع ولا لا. لو لقينا دي يبقى معناها ان التربه لسه رطبه وينفعش اسقي دلوقتي، ممكن استنى يوم او يومين كمان. لكن لو حطينا ايدينا وطلع ان الصباع نضيف ما فيهوش اي مواد من التربه لزقت عليه، كده النبته تكون مستعده ان هي تتسقي مره ثانيه. في بعض الاحيان ممكن اقدر اعرف اذا كانت النبته محتاجه تتسقي ولا لا عن طريق وزن السندانه نفسها. في حاله ان السندانه كان وزنها خفيف بسقي النبات، ده طبعا ما ينفعش في حالات ان السندانات الثقيله اللي هي زي الفخار او مصنوعه من السيراميك. استخدم الطريقه دي في النباتات المحطوطه داخل سندانات مصنوعه من البلاستيك او الخوص. ثاني حاجه هنتكلم عليها النهارده هي التربه، بس الاول خلينا نعرف ايه فوائد التربه. التربه ليها اربع فوائد: حمايه الجذور بتاعه النبات، بتمد النبات بالغذاء اللازم لنمو الاوراق، بتحافظ على استقامه النبات في وضع راسي، واخيرا بتساعد الجذور على امتصاص الميه والهواء. بس مبدئيا انا مش عاوزكم تقلقوا خالص من نوعيه التربه المختلفه واستخدم ايه وما استخدمش ايه، لان غالبا النبات لما بنيجي نشتريه من المشتل بيبقى موجود في نوعيه التربه المناسبه ليه. لكن نبدا نقلق امتى؟ نبدا نقلق في ثلاث حالات. الحاله الاولانيه ان جو المنزل عندي مش مناسب تماما لتربيه النباتات، اضاءه ضعيفه وتهويه قليله ودرجه حراره منخفضه او حتى عاليه. الحالات اللي زي دي ممكن اضطر اغير التربه لتربه عاليه المسام عشان ما تحتفظش بالميه، لان البيئه اللي عندي مش هتساعد النبات ان هو يعمل عمليه تمثيل ضوئي ويستهلك الميه في الوقت المناسب. الحاله الثانيه اللي قلق فيها ان المشتل نفسه قبل ما يبيع النبته بيقرر ينقلها لسندانه اكبر عشان يرفع سعر النبتة وكمان يبيع معاها سندانة شكلها ديكوري. في الحالة دي وللأسف المشتل ممكن يستخدم نوع تربة غير مناسب للنبات. الحالة التالتة وهي ان احنا نفسنا ننقل النبتة من غير ما نعرف الاحتياج المناسب للتربة بتاعتها، اذا كان النبات بتاعنا محتاج تربة مسام عالية او تربة تحتفظ بالماء. عموما مش عايزكم تقلقوا تماما من موضوع التربة، لان معظم النباتات بتقدر تتأقلم مع انواع التربة المختلفة، لكن كلام عام الصبريات تحتاج تربة مسام عالية عشان التصريف بتاعها يبقى سريع. البرخاسيات والفيتونيا نباتات اكلة الحشرات تحتاج تربة تحتفظ بالمية لفترة كبيرة. نباتات تانية زي عائلة الاوركيد وعائلة البروميليد يحتاجوا تربة مكونة من لحاء الاشجار فقط، وطبعا نباتات هوائية مش محتاجة اي نوع من انواع التربة. عايز تربة بطيئة التصريف يبقى تزود كمية البيتموس وانت بتخلط التربة بتاعتك. عايز تربة سريعة التصريف هتزود لحاء اخشاب او بيرلايت او فيرميكولايت، وكمان بعض انواع الصخور الصغيرة او متوسطة الحجم بتساعد كمان على سرعة التصريف. وطبعا تقدر تعمل خليط التربة اللي يناسبك اللي على مزاجك، زي ما عملنا مع بعض تغيير تربة المونسترا على الانستجرام، وساعتها استخدمنا 6 عناصر مختلفة في تكوين التربة بتاعتنا. التسميد مبدئيا كده قبل ما نبتدي عشان نكون على اتفاق، السماد مش هو الغذاء بتاع النباتات. السماد نقدر نعتبره المكملات الغذائية للنبات، والأسمدة في منها أنواع عضوية وغير عضوية. الأنواع العضوية بتتكون من حاجات زي الأسماك والديدان والطحالب وغيرها من مواد تانية قابلة للتحلل داخل التربة، وغالبا بيبقى ليها ريحة نفاذة، علشان كده كتير مننا مش بيقدر يستخدمها داخل المنازل. الجميل في الموضوع ان دلوقتي في انواع من الاسمدة العضوية اللي ملهاش ريحة وبتكون نوع سائل وبينفع تستخدم داخل المنازل بدون اي روائح نفاذة تماما. تاني نوع وهي الاسمدة الغير عضوية وهي المصنعة كيميائيا، واشهرها هو سماد الـ NPK. النباتات عموما بتحتاج 16 نوع مختلف من العناصر: الكربون والهيدروجين والاكسجين، النيتروجين، الفوسفور، البوتاسيوم، الكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت، حديد وزنك وموليبدينم، البورون والنحاس والمنجنيز والكلورين. نقدر نقسم العناصر دي لعناصر كبرى وعناصر صغرى. العناصر الكبرى اللي بيحتاجها النبات بصوره كبيره وبكميات اكبر من العناصر الصغرى اللي بيحتاجها النبات بصوره اقل واهميتها ليه تكون اقل من العناصر الكبرى. واهم 3 في العناصر الكبرى هما النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم اللي هما الـ NPK. الـ N اللي هو النيتروجين، الـ B اللي هو الفوسفور، والـ K اللي هو البوتاسيوم. بنشوفهم على معظم انواع السماد الـ NPK، فعلا هما دول النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. بوتاسيوم طبعا حد هيسالني ويقول لي ليه K مع ان البوتاسيوم بيبدا بحرف الـ B. الـ K هو اختصار للكلمة اللاتينية
كاليوم، وهي باللاتيني تعني كلمة البوتاسيوم. طب ايه هي فايدة العناصر دي؟ النيتروجين مسؤول عن تكوين صبغات الكلوروفيل، هي مسؤولة عن القيام بعملية التمثيل الضوئي وبالتبعية تكوين الأوراق الجديدة والخلايا الجديدة، وكمان مسؤول عن تكوين الأحماض الأمينية اللي بتخش في تركيب البروتين. عشان كده النيتروجين مهم جدا 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 لما نيجي نستخدمه للنباتات المورقة الخضراء زي المونسترا والدفنباخيا والأجلونيما وأنواع الفيلودندرون كلها. الفوسفور مهم لنقل الطاقة من الجذور إلى البراعم، علشان كده الفوسفور عنصر مهم جدا للنباتات المزهرة والنباتات المثمرة. عشان كده بنختار مع النباتات دي سماد عالي الفوسفور، يعني الرقم اللي في النص اللي هو البي بيكون رقمه عالي. البوتاسيوم مهم جدا 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 في تنظيم حركة خلايا الاستوماتا. فاكرين خلايا الاستوماتا اللي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت في الجزء الأول؟ وساعتها قلنا إن فوائد خلايا الاستوماتا هي، لا معلش مش هنقولهم تاني هنا، ارجع للجزء الاول الحلقه اللي فاتت وهتعرف فوائد خلايا الاستوماتا. البوتاسيوم كمان بيساعد النبات في تخزين السكر ومقاومه الامراض. معظم الاسمده اللي بنلاقيها في السوق، وانا اقصد هنا الغير عضويه، بتكون مكونه من 3 ارقام. يعني مثلا بنلاقي الام بي كي اسمه 10 10 10 او سماد 20 20 20 20. دول بيعنوني ايه؟ بيعنوني ان نسبه كل عنصر من العناصر اللي هي قلناها الثلاث عناصر المهمه نسبتها قد ايه. مثال توضيحي فقط مش اكتر، لو عندي 1 كيلو جرام من السماد كان مكتوب عليه 20 20 10، معناه ان ال1 كيلو جرام فيه 200 جرام نيتروجين ان، 200 جرام فوسفور بي، 100 جرام بوتاسيوم كي. طب اختار سمادي ازاي؟ بحسب نوع النبات. عندي انواع نباتات فيها اوراق كتيره زي الدفنباخيا والمونسترا والاجلونيما وغيرها، هختار سماد عالي النيتروجين. وعندي نباتات مثمره او نباتات مزهره بتطلع زهور، اختار سماد عالي الفوسفور، يعني رقم البي في عالي اللي هو الرقم اللي في النص. السؤال اللي محير الناس كلها، اسمد امتى؟ لو رجعت لكل المقالات والصفحات والانترنت والفيديوهات هتلاقيها بتقولك حاجتين: سمد مرة كل شهر في فصل الصيف والربيع، ووقف تسميد تماما في فصل الشتاء. في الواقع انا مش بعمل كده تماما خالص، انا بسمد مرة كل اسبوعين في فصل الصيف والربيع، ومرة كل شهر في فصل الشتاء والخريف، بس بشرط استخدم فقط نص الجرعة الموجودة على العبوة. يعني ايه؟ يعني لو العبوة مكتوب عليها استخدم نص معلقة صغيرة لكل لتر مية، لا انا بستخدم ربع معلقة صغيرة لكل لتر مية، وفي الحالة دي انا قللت الجرعة، عشان كده بزود عدد مرات التسميد. قاعدة نباتوبيديا في التسميد: جرعات قليلة لفترات متقاربة افضل بكتير في النتائج من جرعات عالية في فترات متباعدة. فهمتوا حاجة؟ نقولها بطريقة تانية، زي فكرة الوجبات الخفيفة، لو كلت وجبة خفيفة كل 3 ساعات على مدار اليوم افضل بكتير لما باكل وجبة دسمة مرة واحدة واقعد اهضم فيها لمدة 3 ايام. ملحوظة صغيرة، فضل وضع السماد مع ماء السقي وانا بسقي النبات، مش رش على الاوراق، لان في الطبيعة النباتات معظمها تاخد الغذاء بتاعتها عن طريق الجذور. الكلام عن التسميد وانواع الاسمدة المختلفة وطرق التسميد بياخد وقت طويل، علشان كده هنخليه في حلقة تانية منفصلة، خليكم تابعينا ان شاء الله. التقليم، التقليم ممكن ما نقدرش نعتبره نقطة مهمة قوي، لكن ليه فايدتين صغيرين عايزين نعرفهم. الفايدة الاولانية بتحافظ على الشكل الجمالي للنبات، والفايدة التانية انك بتحفز النبات ان هو ينتج اوراق جديدة وكثيفة، خاصة في حالة النباتات المتسلقة. احنا نقدر نعتبر التقليم هو الميك اب او التزيين بتاع النباتات الداخلية، لان فيها بنقطع الفروع الطويلة الفاضية من الاوراق وبنقطع الاوراق الميتة او الصفرة. عادة بنقوم بعملية التقليم بعد انتهاء فصل الشتاء بداية فصل الربيع، واللي وقتها بيكون النبات مستعد لبداية موسم جديد لانتاج اوراق جديدة بعد فترة سكون او فترة كمون خلال فصل الشتاء. لكن بالنسبة للنباتات المزهرة مش مرتبطة شوية بموضوع الفصول. المقياس بتاعنا في عملية التقليم للنباتات المزهرة هو بعد انتهاء فترة الازهار او بعد ذبول الازهار، بعدها بنقص الفروع اللي الازهار فيها ماتت عشان نحفز لانتاج اوراق جديدة وزهور جديدة. واحيانا بنقوم بعملية التقليم بغرض الحفاظ على اوراق اكتر، زي نباتات الكولياس او المعروف عنها باسم نبات السجاد، المميزة بالوانها الجميلة واشكالها المتعددة. نقص الازهار بتاعتها عشان نحفز النبات ان هو يستمر في انتاج الاوراق بدل ما يضيع طاقته كلها على انتاج زهور ملهاش اي شكل جمالي. بس ناخد بالنا ان عملية التقليم بتحتاج استخدام أدوات معقمة، عشان مكان القطع النبات بيكون عرضة للإصابة بالبكتيريا والفطريات. إن في حاجة جميلة بقى في التقليم، لما بنقص الأفرع أو الأوراق ممكن نجزرها في المية، وفي الحالة دي هيكون عندنا نباتات كتيرة من نفس النوع. الأمراض، في ناس كتيرة ما بتحبش تتكلم أو تجيب سيرة الموضوع دوت، على رأي المثل اللي بيخاف من العفريت يطلع له. يا حبيبي ده اللي خاف من العفريت يطلع له.
بس مش عايزكم تقلقوا بالموضوع دوت، لان كل حاجه وليها حل تقريبا. ناس كتيره فكرتها عن النباتات انها مجرد شيء احنا بنستخدمه فقط لتزيين الغرفه. يا جماعه ده كائن حي، يعني ممكن يمرض زينا، يصاب بالامراض الفطريه والامراض البكتيريه والفيروسيه، وطبعا ما ننساش الاصابات الحشريه. طب هو اصلا ليه النباتات بتصاب بالامراض؟ النباتات ليها طرق لمقاومه الامراض زيها زي البني ادمين. المسؤول عن الموضوع دوت هو عنصر البوتاسيوم، زي ما اتكلمنا من شويه. عنصر البوتاسيوم مهم لرفع الحاله المناعيه للنباتات. الحاجه الثانيه المهم تعرفوها ان النبات بتضعف مقاومته للامراض لما بيحصل الحاجات اللي هقول لكم عليها دلوقتي: رطوبه عاليه، تهويه قليله، سقي ليلي، رش مستمر. كل دول بيساوي أمراض للنباتات. معظم الإصابات البكتيرية والفيروسية أو حتى الفطرية بتظهر الأعراض بتاعتها على أوراق النبات. الأعراض دي بتظهر على أكتر من شكل، ممكن بتظهر على أشكال بقع بنية أو بقع سوداء على سطح الأوراق، أو حتى مش مجرد تغير في اللون لكن نفس اللون، لكن البقع بتبقى طرية ومتعفنة برضو على سطح الورقة. وأحيانا البقع بتاخد أشكال مميزة. بعض الإصابات البكتيرية إصابة بتاخد شكل حرف V في اللغة الإنجليزية أو رقم 7 في العربية. وفي الإصابات الفطرية البقع بتظهر على شكل دوائر بنية محاطة بلون أصفر. لكن لو جينا بقى للإصابات الحشرية، عدد ولا حرج. حشرة البق الدقيقي أو الميلي بق، حشرة السكيل أو اللي هي القشرة، حشرة السبايدر مايتس أو الكراد العنكبوتي، حشرة الفانجس ناتس أو اللي هو الذباب الموجود على التربة، الوايت فلايز أو الذباب الأبيض، في حشرة الترايبس اللي هي الثرايبس، وفي حشرة المن اللي هي الأفايدز. ترايبس، أفايدز، يا سلام جميلة. الإصابات الحشرية للأسف بتاخد شوية وقت، بتطول معانا في العلاج. أنا بحب أستخدم دايما مواد عضوية في مقاومة الحشرات، ومبحبش أستخدم مواد كيميائية داخل المنزل. ويمكن الوصفة أنا سيبها لكم على الصفحة وهنتكلم عنها برضو بالتفصيل طريقة التطبيق بتاعها في حلقة تانية. نصائح عامة عشان نقلل فرص الإصابة بالأمراض: رقم واحد، التهوية. من أهم العوامل لتقليل فرص الإصابة بالأمراض هي التهوية السليمة. رقم 2، السقي بالنهار عشان ندي فرصة للنبات إن يمتص المية من التربة وما يزودش الرطوبة في التربة ويساعد على تكون الإصابات الفطرية أو الحشرية. رقم 3 هو تقليل رش أوراق النباتات بالمية. في بعض الأحيان عشان نرفع رطوبة بنضطر نرش الأوراق بالمية. لازم أكون متأكد إن التهوية في المكان عندي سليمة وجيدة. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وخلصنا الكلام على أهم 10 عوامل في تربية النباتات الداخلية. أتمنى تعملوا إعجاب للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. رب تكون الحلقة عجبتكم. أشوفكم على خير، مع السلامة.